مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة ديال ثلاث أشياء تجعل مربي الأرانب المبتدئ يمل من تربية الأرانب. يعني في الحقيقة هاد الثلاث أشياء ممكن أنها تثقل الكاهل ديال المربي. ندوزها لكم في ثلاثة ديال النقاط. النقطة الأولى وهو التنظيف. شحال من واحد كيدير التربية الأرضية، يعني كيبقى يوميا كينوض وكيمشي كي ينظف عليهم. الأسبوع الأول الأسبوع الثاني مهم، الشهر الأول كاع كيبقى صابر، ولكن من بعد اسمو كيوقع له كيبقى يمل، كيبقى يقول واش أنا غادي نبقى يوميا غادي نبقى ننظف عليهم بهذه الطريقة هذه. يعني التشطاب ويعني داك الفزق ديالهم أعزكم الله، يعني في الحقيقة يعني مع المدة، حنا ماشي كنهضروا على النهار الاول ولا الثاني، مع المدة كيكره، حنا كنقولوا بالعربية كيكره، علاش؟ كيكون باقي الانتاج ما كاينش، كيكون هو باقي عاد مربي عاد جديد، كيكون الانتاج ما كاينش. المهم كيبدا حنا كنقولوا بالعربية بالدارجة كيبدا يطلع له الخس. انا كنبغي نهضر مع يعني في القناة ديالي كنبغي نهضر معكم، يعني خلينا من الكلام المنمق. بصح ان المربي كيطلع له الخز، ما كيبقاش باغي يكمل. علاش؟ لان كيقول واش انايا هذا الارانب واش بصح غادي يدخلوا لي، واش بصح غادي نربح منهم. كيكون عاد بادي وكيبقى يقول انايا هاد التماري كاع اللي كنضرب واش كاينه شي فائده ولا ما كاينه شي فائده. اذا كنقول للناس بلي راه كاينه الفائده، خص المربي يصبر، على الاقل خصو يصبر واحد العام، يعني سنه كلها وهو كينظف بواحد الطريقه يوميه، ماشي كاع يوم، يا منقولوا نهار نهار لا. ولكن الحل ديال هذه النقطه هذه نذكر كل نقطه ونذكر الحل ديالها. الحل وهو ديروا الكيجان. الكيجان يعني اسهل طريقه للتربيه. هذا بان لكم كما كتشوفوا، هذا كاج وسمو اشنو فيه ميكا من تحت، هاي ميكا ضربه يعني شاد عليه كله بما فيها الولادات، ها هما الولادات، هنا ضربه لجهه الولادات، ها هي كل هاد الجهه فيها ميكا. وفي الاخر اسمو كنلقاو فوق بواحد، ها هو انتما اعزائي المشاهدين كتلقى ثقبه وحده اسمو كيوقع فيها. ها انتما انا غنوريكم كيفاش كيكون هنا بانيو لتحت، بانيو واحد كيجمع فيها. تخيلوا انني ما كنظفش من بعد اسبوع ما كان نشوفش في هاد التنظيف كاع. ها انتما اشنو كندير، داير الشطابه هنا كما الى كتبان لكم، انا صافي كندير هذه العمليه ببساطه، ماشي كنشطب عليهم، كندير هكا كندفع هذا الشيء للثقب. هانتوما بهذه الطريقه، هانتوما الى كتبان لكم الشطابه راه كتحرك وكتدفع غير في الثقب، وداك الثقب كيطيح فين؟ داك البانيو. هذاك البانيو اسبوع كامل بحر الله كيتجمع. هانتوما انت الشطابه لصقت فيها هذا العمود، هانتوما بهذه الطريقه، ها هو عمود كنشدو من هنا، ها هي الشطابه راه غاديه 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 راها، وكتجمع هذاك الشيء كترميه فاش ديك البانيو اللي مديول. هذاك البانيو ما كيتجمعش فيه الفزق بزاف، كيتجمع فيه غير هاد الفضلات. صافي هذه دابا راني نظفت، يعني صافي راني ساليت. اما التربيه الارضيه اخواني غادي انا راني جربتها في البدايه ديالي، جربتها راه غادي يعني تملوا من التنظيف. إذن هذه كنقطة أولية. النقطة الثانية وهو شراء العلف. شحال من واحد كيكون في الأول يعني ما فاهمش شنو هو تربية الأرانب، كيبقى يعطيهم كميات بزاف، يعني كيبقى يعطيهم كميات بزاف، سمو كيوقع له أن العلف كيبقى يسالي له دغيا، كيبقى يقول واحد الأرانب كياكلوا بزاف، خصوصا الرومة، الروميين كياكلوا. يعني خاص بعدا واحد 200 غرام الارنب الواحد. هذا تبارك الله هو بابيون راه كياكل تقريبا 100 غرام في الوجبه، 100 غرام في الوجبه تبارك الله. ولكن كنساعد مثلا بهذا الخبز الجاف، مثلا ها هو خبز جاف، كنقطعوا له هكا بهذ المرصويات هكا، وكنعطيه له كاع شويه تخلطوا مع شويه ديال الفصه، تفرتيت ديال الفصه هكا، وياكل حتى الفصه غير الارانب الروميه. حاولوا انكم ما تعطيهمش يعني الاشياء الخضراء، اما البلديه اعطيهم الاشياء الخضراء، اعطيهم القشور، اعطيهم تبارك الله هادو كيعيشوا مزيان، يعني اللي عطيتهم لهم كياكلوه.
هادو ما باش عاشوا جدود ما كانوش كيعرفوا هاد اناني بقى اللي جايين من اوروبا. هادو راه اناني براها مهجنه جايه من اوروبا. ما كانش في يعني في التربيه ديال الارانب ما كانوش كيعرفوا اسمه هو شنو هو يعني الارنب الرومي. اذا حاولوا انكم منين تشريو العلف ما تشريوش اولا ب ب ب ب ب بالكيلو، لا كيطيح غالي. شريو خنشه وحطوها، خنشه كدير 90 درهم 85 درهم، ما بين 80 درهم 85 درهم 90 درهم حتى 95. والخبز ديال الدار ما ترميوش، خليوه هذا الخبز هذا ونردوه هكا طريفات هكا باي طريقه. كاين اللي يقردوه بمهراز، كاين اللي يديروه في خنشه وضربوه بواحد العصيه، كاين اللي انا كنستعمل مقص ديال الاشجار وكنقطع بها الكميه هكا بحال هكا وكنخليها صافي. وكنديباني شويه يعني بالسيكاليم مره مره باش ماشي تبقاو غير تشريو خنشه ديال السيكاليم. او الناس كاع اللي كيتغلبوا نيشان وهما هذوك الناس اللي كيمشيو كيديروا السيكاليم لا فقط، وكيبقاو يشريو بالكيلو. فيما كيشريو مثلا 4 كيلو 5 كيلو كطيع لهم ب 4 دراهم ونص، وكاين اللي كيبيعوا حتى 5 دراهم، يعني 20 درهم راه ما كتضرب لك والو. يعني كيمشي كيشري 20 درهم ومنين كتكمل له يمشي يشري 20 درهم واحده اخرى، في حين ان الا مشيتو شريتو خنشه كيطيح ب 76 ريال تقريبا 3 دراهم ونص. ما كاملاش 3 دراهم ونص، 76 ريال قل من 3 دراهم ونص. يعني راه كتربحوا تقريبا واحد درهم و20 ولا في الكيلو. درهم في الكيلو راه ما ساهلاش، الناس اللي كيعرفوا القيمه ديال هذيك الدرهم شنو هي على الدوام، ماشي على راني ربح درهم واحد، لا راه على الدوام والكميه. ملي كتشري 25 كيلو راه كتربح فيها بزاف. ها 25 درهم شيطه، هذه غير الا ربحتي درهم في الكيلو راه كربحتي 25 درهم شيطه. وعلى الدوام راه المربي راه كيمل كيبقى يقول واش انا غنبقى غير نصرف عليهم. لا سمو اش ديروا الحل ديال هذا الشيء. الخبز جاف ها هو، الفصه ها هي الفصه راه كدير بالا كبيره، يعني هذا البانيو هذا راه ممكن تكون من واحد انا راني غير كنحيد وكنحط شي بالطرف هذا البانيو ممكن انه يكون من واحد 10 المرات ولا 12 مره. تخيلوا ان تشريوه ب 75 درهم، 75 درهم وكاينه ديال 70 درهم. هذه الفصه الممتازه كدير 75 درهم، يعني بالا راه ممكن تضرب لكم واحد 3 شهور ولا 4 شهور اللي عنده قاطع صغير. اذا هذه نقطه ثانيه. النقطه الثالثه وهو ان المربي كيمشي كيشري كميه، كيكون باقي ما فاهمش شنو هي التربيه ديال الارانب وكيشري كيبدا بكميه كبيره. اشنو كيديروا اشنو كيوقع له؟ كيبقى يوقع له الا مشات ما كانش محصن وما فاهمش الطريقه ديال التحصين ويعني غير كيبداو يموتوا له صافي. كيقول هذا المشروع هذا غير الناس غير كيكذبوا، ما فيه لا ربح لا والو، هذا المشروع راه يعني الناس ما عرف هو ما فهمش كيفاش الناس كيصدقوا لهم. كيقول لك انا بعدا ما كيصدقوليش، وراه ماشي انت اللي ما كيصدقولكش، راك نتايا بديتي بعدد كبير ديال 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 الامهات. كاين اللي مباشره كيمشي من السوق وكيقول لك انا غنشري واحد 10 الامهات وجوج ذكور وثلاثه ذكور، كيبدا يخلطهم كيبداو يموتوا له الذكور لان كيخلط الذكر مع الذكر. ينوض في الصباح كيلقى واحد ميت كيقول لك لا راه هذا الشيء ما خدامش وكيموتوا ليه. ما تربيه الاناني اخ منها، عفوا على هاد لان هاد الكلمه سمعتها يعني سمعتها من الناس وبغيت نوظفها بالاني باش 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 نوريكم ان الناس كيفاش كيفكروا. يعني ما تقولوش على تربيه الارانب راه ما مزياناش، لا تربيه الارانب خاص غير في الاول تشري عدد صغير، يعني ممكن انك تشري جوج متوات وذكر لا غير، ودير اقفاص بحال هكا. واحد الفيديو راني دايرو ديال قفص اقتصادي، دخلوا للقناه ديالي راه واحد الفيديو رائع. يعني ممكن انكم ديروا غير يعني الاقفاص ديال الثلاجه، الكرياجات ديال الثلاجه كتصوبوا بهم وهما رخاصين في الثمن، كتصوبوا بهم قفص اقتصادي ما يطيحشكم حتى ب 50 درهم. يعني هذه كبدايه. منين تشوفوا الارنب قدامكم وكتبقى تقلبوه يوميا وكتشوفوه كيفاش كيتعامل كيفاش كينوض كيفاش كي الولاده ديالو هذوك الصغار كيفاش تعاملوا معاهم،
من لابد ما غادي تعلموا. انا هذه راه بالتجربه. الاول شحال واحد كيكون ما عندوش تجربه وكيقول لا انا ما هادشي ما غادي ما نفهموش. لا كاينين مواضيع ماشي غير القناه ديالي، القناه ديالي راني ذاكر فيها تقريبا جميع المواضيع اللي خاصين بتربيه الارانب. ممكن تبحثوا في قنوات اخرين، ممكن تبحثوا في سيتات اخرين. المهم انكم يكون عندكم واحد الدرايه بالموضوع، تبقاو ممكن انكم هذوك الارانب تخليو منهم. وعلاش حنا كنقولوا تربيه الارانب؟ يعني خاصك على الاقل تكون عندك واحد الخبره ديال سنه او سنتين، لان بحال هكا كاين الناس اللي كيكونوا هذوك الارانب ما كيبيعوش منهم، هذوك منهم كيخصلوا منهم عاود. سمو كيوقع انهم ما كيدخلوش الامراض بعدا من 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 السوق، ما كيمشي يمشي يبقاو غير يشريو من جوايه اخرين، لا كيبقاو هذوك الارانب هما نيت كي 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 كيديروا كيخصلوا منهم. يعني ملي كيكبروا كيزوجوهم خص غير شويه ديال البحث. يعني ماشي كنقول لكم زوجوهم يعني الزواج ديال الاخوه، لا، كيكون عندكم واحد جوج نتوات وكتخليو يعني يعني كل نتوه ما تزوجوش الاخوه ديالها، لا، من نتوه للنتوه تكونوا عاقلين وداك الشيء بالتسجيلات وتحصينات. ومع المده راكم غتعلموا، غير صبروا راه غادي تعلموا الى كملتوا في المشروع. اما الناس اللي كيقول لك لا هادشي ما كيدخلش، لا راه كيدخل وكاين ربح، ولا صبرتي راه كاين واحد الربح وفير ان شاء الله، اللي ممكن انه مع المده يولي يعني عندك اكتفاء ذاتي من اللحوم في المنزل ديالك. ممكن انك مع المده تبقى تربح يعني وتوفر شي شويه ديال الفلوس. خص غير الطريقه كيفاش تتعامل مع هاد الارانب، راهم تبارك الله فيهم المدخول، و يعني غير ما تملوش، غير الملل. الموضوع ديال هاد الحلقه هذا هو الملل. ما يخصش المربي يمل، الى مل من المشروع صافي غادي يرجع في نص ديال الطريق. هو لا، الى فتو غير النص، يعني كاين واحد الباندا، هي غاديه باندا، الى فتو فيها النص كيولي التربيه ديال الارانب سهله. الى تراجعتو قبل من النص يعني في الرباع ولا في الثلث وقلتو صافي لا الارانب ما كيدخلوش، صافي يعني في الحقيقه ما غاديش تكملوا المشروع. انا هادي بالتجربه، يعني كان صادف الناس كيقول لك انت كيفاش كدير كيفاش. انا راه ماشي عندي شي مخ ديال شي عالم، لا، عندي غير الصبر، كنصبر وكنوض نخدم. يعني بحال هاد الميكا ملي غادي تمشي تبغي ديرها راه خاصك كيفاش تفيكسيها. بحال هاد الميكا هادي الا بغيتي تفيكسيها راه ماشي سهله. الا بغيتي تشري اقفاص وتصاوبهم يعني بالقرياج ديال الثلاجه راه ماشي ساهل، اي حاجه ماشي سهله. هانتوما هذا هو القفص ديال الثلاجه، كيكون هكا كيكون مغلف. هانتوما دير هانتوما كيفاش كيكون مغلف بالبلاستيك، والثمن ديالهم راه هذوك القرياجات راه رخيص. غير خصكم تنوضوا تشريو السلك لكاط ولا بانس وتبقاو تلاقيو وتشوفوا المقاييس، تشوفوا البلاصه ديال الولاده كيفاش غديروا لها بداك الامكانيات اللي عندكم. اي حاجه عندكم في الدار ممكن تخدموها، لكاط، موس، مقص، ميكا، ممكن ما تشريوش الناس اللي ما عندهمش امكانيات. اي ميكا انا عندي هنايا بحال هذا القفص هذا، لاحظوا ان هذه الجهه هي فيها باش، ها هي باش، هذا مشري بون اوكازيون، ماشي شريته جديد، فيه واحد الثقب تما ماشي مشكل. والباقي شنو راني داير؟ الكواش اللي كيكونوا ضايعين ماشي ترميهم، لا، حتى حاجه ما كترميها. انتم هادو غير اغطيه، انتم شوفوا هذا غير كنموذج. عندي بلايص اخرين داير فيهم، هذيك راه غير كاشه، ها هي كاشه. هانتوما الفوق ممكن ديروها هانتوما هنايا، ها هي هادي زنكه كتباع ب 50 درهم المتر كاري من لافيراي بطبيعه الحال، لان في الجديد راها رخيص، راها غاليه. بولا هانتوما اسلاك، انا عندي بلايص اخرين كندير فيهم هاد التربيه هادي، داير مع ناس اخرين وشارك مع ناس اخرين، ودير التربيه ديال الدجاج البلدي، داير تبارك الله السمان، الدجاج الرومي، الفلالس. ولكن انا كنهضر لكم على ديما على التربيه ديال الارانب لانها سهله، ما فيهاش تماره في الحقيقه. الى المربي كما قلت لكم هذيك الباندا ديال العمر ديال تربيه الارانب يقدر يتجاوز النصف ديالها، كونوا متاكدين ان غادي يزيد لقدام وغادي يكون عنده مدخول من هاد الارانب. راهم ساهلين في التربيه، ما فيهم الصداع،
لاحظوا انك كتسمعوا واحد الاصوات ديال الدجاج البلدي، كتسمعوا واحد تكتيك. هذا راه هنايا يعني السمان، انتم الا بغيتوا تشوفوه انتم، هذا راه السمان تبارك الله، حتى هو راه فيه المدخول ديالو بوحدو، انتم الا كيبان لكم. المهم ما تملوش، انا هادشي اللي كنهضر عليه ما تملوش، يعني اي حاجه ديروها خاصكم كما قلت لكم واحد الباندا، خاصكم تفوتوا فيها النص. الا فتوا فيها النص يعني واحد شريط، شريط ديال العمر ديال التربيه ديال اي حيوان. الا صبرتوا فتوا فيه النص، اسمه هو المعنى ديال فتوا فيه النص، وهو انكم اكتسبتوا خبره وصبرتوا. يعني العمل التنظيف يعني باش ما يجيكمش شي امراض، البحث، بحثوا سولوا ناس اللي كيعرفوا في هذا الميدان، اي معلومه دخلوها لراسكم وحفظوها وطبقوها يعني على بشكل يومي. هذا الشيء، هذه التربيه هذه راه ماشي مديوره غير للهوات، ولكن راه مديوره للمحترفين. الحلقه ديالنا هي هذه، نصيحه يعني تابروا و يعني ديروا مثل هذه المشاريع، راها كتدخل، ماشي راه حنا كنخبيو على خوتنا، لا، كما كنبغيو الخير راسنا كنبغيو للناس، كاين مدخول الحمد لله، باش يعني الاسر الفقيره حتى هي تستافد من هذا مثل هذه المشاريع. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.